السيد المدير العام للوكالة المستقلة لمتعدد الخدمات بأكادير، السيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري للوكالة، السيدات والسادة رؤساء القطاعات الحكومية والمصالح الخارجية، السيدات والسادة ممثلو المجتمع المدني ووسائل الإعلام، أيها الحضور الكريم، جميعا في هذا اللقاء المخصص لتقديم فضاء المستثمر للوكالة المستقلة حضور أشغاله، والتي تشكل مرحلة جديدة وبالغة الأهمية في مسار تطوير آلية العمل الهادفة إلى الرفع من مستوى دور هذه الوكالة في النهوض بمنطقة نفوذها الترابي وتحسين جاذبيتها والرفع من تنافسيتها لاستقطاب الاستثمار المنتج. تسعى في صلب ما تبذله السلطات العمومية والمجالس المنتخبة من مجهودات لتحسين مناخ الاستثمار لجهات سوسمة الساعة عموما، وتثمين مؤهلاتها المتنوعة واستغلال إمكانياتها المختلفة في توفير كل الشروط اللازمة لتحقيق إقلاعها الاقتصادي ونهضتها الاجتماعية وتحفيز الاستثمار ومواكبة المستثمرين المواكبة الناجعة والمشجعة. وفي هذا السياق لابد من تذكير بمدى أهمية وحيويات الجهود المبذولة من طرف الوكالة المستقلة لمتعدد الخدمات بأكادير بهذا الخصوص، باعتبارها رافعة من رافعات التنمية بحال عيلة فيها، ونخص بالذكر المنجزات التالية: توفير بنية تحتية بالغة الأهمية فقد تكلفتها الإجمالية 4 مليارات درهم، وتتمثل أساسا في الشبكة الرئيسية للماء الصالح للشرب والتطهير السائل من قناوة مهيكلة وخزانات ومحطات للضخ، علاوة على محطات معالجة المياه العادمة، مما يتيح للمستثمر الحصول على كل ما هو ضروري للربط بالشبكات وتزود بالماء الصالح للشرب في أحسن الظروف. برمجت بوابة خاصة بموقعها الإلكتروني بعنوان فضاء المستثمر، وتتضمن مختلف المعطيات المتعلقة بكيفية إعداد واحتساب تقويمات تجهيز المشروع بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، مما يمكن المستثمر على التقويم الإجمالي من خلال المعلومات المتوفرة في هذه البوابة. وضع كل البيانات والمعلومات الضرورية حول البنية التحتية الأساسية لشبكتي الماء والتطهير السائل من خلال نظام المعلومات الجغرافي سيستم دانفورماسيون جيوغرافيك، راه الإشارات المستثمرين والمنعشين العقاريين.